محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن موضوع المستريح. لو إن أنا بفضل إن ما يتقالش كلمة المستريح، يتقال كلمة نصاب أو نصابين، لأن الناس دي مش مستريحين يا جماعة، الناس دي ناس نصابين. فنفضل إن كل المواقع، يا ريت أتمنى من زملائي في كل المواقع وفي كل القنوات يكتبوا أو يتكلموا ويقولوا النصابين وما يقولوش المستريحين. بعد القبض على اي مستريح او اي نصاب من دول، بيبدا الضحايا يعملوا محاضر ان هم لهم حقوق، وكل واحد اودع لدى النصاب ده مبلغ كام، وده حقهم، ده حق قانوني ودستوري ان الشخص لو اتعرض لاي عمليه نصب بيتوجه الى الشرطه او الى النيابه وبيحرر محضر بيثبت فيها الواقع. ولكن هناك بعض النصابين ايضا وبعض المرتزقه بيستغلوا المواقف اللي زي دي ويروحوا هم كمان يعملوا محاضر رغم ان هم ملهمش علاقه اصلا بالموضوع. بمعنى ايه؟ يعني المستريح مثلا اللي هو النصاب ده يبقى عليه فلوس ل 100 شخص، ويفاجأ ان معمول ضده 1000 محضر باسم 1000 شخص. طيب التسعمية دول جم منين؟ التسعمية دول بيبقوا ناس عاديين ملهمش أي علاقة بالموضوع، ولا أودعوا فلوس عنده ولا يعرفوه ولا لهم علاقة بيه، وفي أغلب الأمور بيبقوا ما بيمتلكوش قوت يومهم. فيقولوا لك إيه؟ ده نصاب واتقبض عليه، طب ما نروح نعمل محاضرة إحنا كمان مع الناس اللي راحة، ظنا منهم إن هم ممكن ينوبهم من الحب جامد. ومن هنا بقى بيضيع حق اصحاب الحق، يعني الناس الحقيقيين اللي هم لهم فلوس حقهم ممكن يضيع. ممكن يضيع ليه؟ ممكن يضيع لان مثلا النصاب بتاع السيارات او بتاع العجول او النصاب اي حاجه، اي مهنه من دول او اي عمل من دول، بيكون مثلا عنده 500 عجل مثلا. الحكومه بتحط ايديها على العجول دي وبتاخدها وتحطها عندها في الحجر الزراعي او الحجر البيطري. لما بعد ما بيتم التحقيق والشخص اللي هو مستريح او النصاب ده بياخد حكم، العجول دي تمنها بيتوزع على مين؟ على الضحايا اللي هم لهم فلوس عنده. لما يكونوا 100 شخص هيتوزع عليهم مبلغ، غير لما يكونوا 1000 شخص هيتوزع عليهم مبلغ تاني. هيبقى المبلغ هيقل، لو كل واحد هينوبه 10% من مبلغه، لا ده ممكن ينوبوا 2% نتيجة دخول ناس نصابة وعملوا محاضر وهم ما لهمش أصلا فلوس عند النصاب ولا أي حاجة. ومن هنا زي ما قلنا بيضيع حق أصحاب الحق. طب الحل إيه في الموضوع دوت؟ الحل لازم يتم عمل مواجهة بين المستريح وبين كل شخص اودع عنده فلوس. يبقى القصه مش قصه ايه بقى؟ مش قصه انا او اي شخص نيجي نروح عاملين توكيل لمحامي، نجيب اي محامي، تعالى انا ليا فلوس عند الراجل ده، روح اعمل لي محضر. يروح المحامي يعمل محضر والقضيه تمشي والراجل يبقى قدام القانون واخد فلوس من الشخص ده من ضمن بقيه الناس، زيه زي بقيه الناس. لا، هنا يتم ايه بقى؟ يتم عمل مواجهه. يجيب المستريح النيابه، وكيل النيابه يجيب المستريح ويجيب الشخص نفسه مش المحامي بتاعه، ويواجههم ببعض. في المواجهه دي وكيل النيابه هيقدر يحدد اذا كان الشخص ده واخد فلوس من ده ولا ده بيدعي بالباطل على المستريح او على النصاب ان هو واخد منه فلوس. من هنا هنقدر نصفي الموضوع وهنطلع الناس اصحاب الحق الحقيقيين، ونقدر نعرف عددهم كام، ونقدر من خلال ده نقدر نطلع نسبة. مثلا الدولة عندها مواشي قبضت عليها او في حوزتها، فالدولة تقدر تقول يا جماعة انتوا لكم نسبة كذا في المية، وتقدر تديهم جزء من حقهم او تقدر تديهم الابقار نفسها. طيب احنا
حط فلوسك في البنوك، ده أأمن مكان من المستريح ومن غيره ومن أي حد. ليه أنت ما تحطش فلوسك في البنوك في أي بنك وتاخد عليها الفوائد بتاعتها وعمر فلوسك ما هتضيع ولا هيقول لك مش موجودة؟ طب أنا هقول لكم حاجة، في أصعب الأمور اللي مرت بيها مصر في 25 يناير لما الثورة قامت والبلد خربت، هل حد كان وادع فلوس في البنوك والبنوك قالت له بعد الثورة قالوا له أنت مالكش فلوس عندنا؟ ما حصلش. طيب بعد 30/6 ثورة 30/6 حد برضه كان حاطط فلوس في البنوك وقالوا له أنت مالكش عندنا فلوس؟ ما حصلش. طيب أصعب الأمور في كل حاجة أيام زلزال 92 مثلا، زلزال ودمر البلد وكانت كوارث، حد كان حاطط فلوس في البنك وقالوا له مالكش فلوس؟ أيام حرب أكتوبر حد كان حاطط فلوس في البنك والبنك قال له مالكش فلوس؟ فلوسك في البنك هي أمان وتقدر تاخدها في أي وقت، أو لو مش عايز تحط في البنك ما تحطش. اعمل بقى شغل مظبوط. تيجي تعمل ايه؟ انت عايز تعمل شركة مع واحد، هات الواحد دوت وروح انت وهو اعمله سجل تجاري، بطاقة ضريبية، اعمله شركة في هيئة الاستثمار، لو انتوا مجموعة مع بعض اعملوا في هيئة الاستثمار، اسسوا شركة واشتغلوا كشركة واكسبوا، ومحدش هيقول لكم حاجة ولا الدولة عايزة منكم حاجة، ولكن ما ترميش فلوسك عند نصاب. انت هنا وقعة المستريح دي كل واحد حط فلوس عند المستريح هيدفع عليها ضرايب، اوعى تنسوا دي، يعني كل واحد ياخد نسبة 5% 10% 20% من فلوسه هيتخصم منها جزء ضرايب، لان انت في الحالة دي انت تربحت، انت هنا اشتغلت وكسبت. فلوسك في البنك محفوظة ما فيهاش اي مشكلة. اتمنى ان الناس يا اما تحط فلوسها في البنك اللي معاه فلوس، يا اما يعملوا شركات مع بعض والقانون بيسمح بده، اعملوا شركات واشتغلوا وربنا يرزق الجميع، واتمنى السلامة لمصر وشعبها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.